البقاء لله، إن لله وإنا إليه راجعون، صدق الله العظيم. حبايبي، في هذا الشهر أيار مايو فقدنا 4 فنانين كبار وعمالقة حتى. الأول كان الملحن الكبير والصوت الغريب الأستاذ إلي شويري رحمه الله. مين منا ما سمع بكتب اسمك يا بلادي عالشمس ما بتغيب؟ صف العسكر، من حيث الأغنية القومية يعني كتير رائع إلي، بلون منفرد فيه، ما حد عمل بالصدق اللي عمله إلي شويري بالنسبة للأغنية الوطنية. الأغنية الشعبية الطربية كتير حلوة غريبة. يعني آخر شيء أنا اللي تعلقت فيه كان هو سي دي وحده الزمن. وحده الزمن في طرب، في موسيقى حلوة، في غناء يعني واحد تقيل، يعني آخذ أمجاد، وهم بعتقد هون كماليات الصوت عند الأستاذ إلي شويري، مع العلم أنه الأستاذ إلي عنده أغاني كتير كتير وما عنده لحن إلا الحلو، ولحن إلى كبار المطربين في مقدمتهم صباح، لحن كتير لنجوم، هو كتير متواضع وكتير محترم كتير كتير. إلي شوير كان عاقل جدا، عاقل جدا، وأخلاق عالية وفنان، يعني صوته مميز، شعره يعني هو بيكتب الكلام وبلحن وبيغنيه. قدي مدرسة الرحابني كانت عظيمة اللي كان فيها إلي شويري، ودخل فيها ملحم، ودخل وديع، ودخل نصري، و و و و ومروان محفوظ، يعني كل الفنانين اللي صاروا نجوم أخذوا شهادات كبرى ولو كانوا مرور الكرام، لأنه كانت الرحابني المدرسة الكبيرة في العالم العربي وخاصة في لبنان. المرحوم الفنان الكبير أستاذ إلي شويري عاش فوق 80، 82 كانوا ناعينه. اشتغل فيهم 60 سنة بالفن، اشتغل 60 سنة بالفن. هلأ في ناس بنشوف بيشتغلوا سنتين بيحلق بالمادي مثلا، تلاقي واحد قضى عمره بالفن وهو فنان حقيقي ما عنده شيء. يعني هيدي شيء رزق، هذا من الله سبحانه وتعالى، لكن بيبقى الفن الأصيل هو الذي يدخل الخلود. أنا في يوم من الأيام في دمشق الخالدة في الشيراتون تحديدا، كان لي الشرف وقعدة كانت جميلة، قعدت كمش العود الأستاذ إلي، كان عامل لحن قومي، أول شي عزفه جميل، جمله اللحنية كتير رائعة كتير. قلت لكم من ساعة حبات تواضعه وأخلاقه، قلت له يا بقول لك يا عيني يا خيي أمرني، يعني في تواضع غريب وعجيب. كل ما هنالك يعني خلص العمر، كل إنسان له نهاية، بس هدول هنيالهم بينتهوا جسدا في الحياة، وبتبقى أرواح ملألأة وأعمال بين الأجيال القادمة، وإن شاء الله بيضلوا منورين. كل واحد بيغيب وبيترك لنا أثر، منقول الله يرحمه جسدا، لكن أبقاه الله فنا جميلا للناس اللي جاي. والدنيا ما يعني بيغيب إنسان بيجي إنسان آخر، يعني هيك هيك تكوين الدنيا أو تركيبة الإنسان سبحان الله. لكن أنا دائما بقول يعني اللي أنا دائما بيعزيني ودائما بنقهر، وإنه يعني عم يروحوا هدول ما عم يجينا مثلهم، ما عم يجينا مثلهم، حتى اللي عم يحاول يغني لهم أغانيهم ما عم يقدر يغنيها. رحم الله الفنان الكبير إلي شويري جسدا وأبقاه لنا فنا خالدا إن شاء الله. كذلك الأمر صعقنا بنبأ فنان كويتي رائع، فنان يسموه صوت الجريح، ويمكن هذا الإنسان من خلال صوته كل فنان أو كل مغني أو حتى عازف حتى شاعر، شعره بيعبر عن شخصه، صوته بيعبر عن حياته. المرحوم عبد الكريم عبد القادر من كبار نجوم الكويت، والكويت معروف فيها نجوم مر على عبر التاريخ، فيها فن جميل، فيها شخصية الكويت، إن كان ملحن إن كان مطرب، فعلا لهم بصمة جميلة جدا جدا جدا. المرحوم عبد الكريم عبد القادر له مئات الألحان، وكل لحن أجمل من الثاني، بكفي إنه كان الشعب الكويتي والعربي كمان كان يسمع هذا الصوت الجريح
لأنه كل إنسان في عنده شيء في داخله بيحب يتسمع له، واحد بيقوم بيرقص، واحد بيدبو، واحد بيقعد بيبكي، واحد بيقعد بيصفر. سبحان الله، الناس درجات في كل شيء. فما فينا نقول غير رحمك الله جسدا وأبقاك كذلك الأمر فنا خالدا. كل فنان كبير بيروم ما بقى يتعوض. من 3 4 أيام كمان صعقنا بوفاة الفنان العربي الكبير أستاذ محمد جمال. أنا حكيت حلقة من حلقاتي في يوم من الأيام لما قابلت الموسيقار خالد فريد الأطرش في كازينو سوبر ناتي كلوب فريد الأطرش على الروشي، كان عم يغني المرحوم محمد خيري الصوت الحلبي الكبير أبو هيثم، كان عم يغني أستاذ محمد جمال. فقدمني يومها أستاذ محمد جمال طبعا بأمر الموسيقار، يوم شفته عن قرب وسمعت صوته عن قرب، شاب جميل جدا جدا جدا، قامة رائعة، عيون حلوة، جذاب، صوته أغاني ما غنى غني محمد جمال إلا ما تضرب بتحب الناس. هلا يمكن الأجيال الجديدة ما تعرف أو مين محمد جمال، لأنه هو اغترب وعاش في أمريكا. محمد جمال بدي أشوفك كل يوم يا حبيبي، مين ما غناها، قديش حلو اللحن وقريب على القلب. مزيكا يا مزيكا، دقي وغني يا مزيكا، سيارته أكبر وفلوسه أكتر، قسم شرقي بلدي. يعني محمد جمال حملتك سلامي يا زهر الربيع. هلا أنا هدول ما أقولهم لأنه أنا كنت كمان رددهم وحبهم على ما كان فيهم جمال. أغنية خفيفة نشيطة حلوة دغري بتدخل على إذنك وبتعشقها الإذن. محمد جمال بنقول عنه مطرب كبير لأنه انشهر بالسبعينات للثمانينات، نجم شباك، مسارح، حفلات، مطاعم، كومبلي، أفلام، صار يشتغل أفلام سينمائية. بعدين اللي بينجح بالسبعينات موجود، كانوا مكسرين الدنيا الموسيقار خالد فريد الأطرش والعندليب عبد الحليم والسيد الغناء العربي أم كلثوم وفيروز وهالكبار، وهو موجود وعم يعني معناتها فنان كبير. بعدين كمان كان يعزف عود حلو وبيلحن حلو، يعني كله على بعضه. بعدين قدر محمد جمال بأغنية آه يا أم حمادة اعملي لي القهوة سادة، يعني صارت كل الدنيا تغنيها، الغرب صار يغنيها. ما بعرف مصدر اللحن منين، لكن بعرف آه يا أم حمادة كل العالم كانت تغنيها، وخاصة الصبحيات دخلت على أغاني فيروز. اللي عم تسمع فيروز الصبح، هدول اعملي لي قهوة سادة يا أخي، القهوة السادة طيب الصبح. محمد جمال رحمه الله فنان كبير ما فينا نغفله أبدا أبدا. بنقول الله يرحمه، عاش عمر جميل وسعيد، كان سعيد. وما ننسى كمان الفن اللي قدمه الديول كبير هو طروب. يعني وجد فترة كان متزوج طروب، طروب كمان صوت ساحر، امرأة جميلة، امرأة جميلة، صوت وصورة رقيقة. كانت هي ومحمد جمال يعملوا ديو كتير 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 جميل. كذلك الأمر يا حبايب، تفاجأنا امبارح بالموسيقار السوري اللي هو من أصل فلسطيني حسين نازك. حسين نازك ملحن وفهمان في الموسيقى وأستاذ. كذلك الأمر إنسان محترم جدا جدا جدا، كان طيب القلب ورائع، وله ألحان جميلة وله تاريخ في الموسيقى. كذلك الأمر يعني ما فينا نقول غير الله يرحمهم جميعا، ونتمنى من الله عز وجل إنه يطلع نجوم أو تطلع مطربين أو مطربات يعني يحتذوا إلى هذا الطريق الفن النقي الجميل. يعني أتمنى يطلع ناس زمانه فريد الله يرحمه قال أنا أتمنى إنه يجي أجيال تجي 20 أم كلثوم 20 عبد الوهاب 20 فريد و هذا الكلام كثير صحيح وكثير جميل. ليش بدنا من هدول 20؟ بنيجي بنعمل اصطناعي، ذكاء اصطناعي، بنشوه ماضينا وبنشوه أحاسيسنا وبنشوه فننا الجميل. احنا بدنا أصوات، موجودة الأصوات، موجودة الأصوات، موجودة، بس الانحراف. ليش انحرفنا؟ لوين رايحين؟ خلينا نعود. شفنا كتير فن جديد، ما شفنا شيء أجمل من القديم. حتى نوقف شوي باستعداد، ممكن تمر مني هيك ناعمة عم تنتسى فورا. يا حبايب أغاني القدماء إذا بيعيشوا آلاف السنين بتحطها بتسمعها رغم تسجيلها عتيق،
دغري بتتعلق فيها. اليوم في استوديوهات عالمية، اليوم في 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 صنعة، في صنعة تلكم وصوا على انه ياخذوا هالصوت ويعملوا عليه لحن ويركبوا. مين هذا اللي عم يغني؟ يعني العلم ما بيوقف في مكان، ليس له حدود، لكن العلم سلاح ذو حدين، سلاح ذو حدين. انا ما بمحي اليوم في اصوات جميلة كثير ارجع والله اخذ سحبت من هون. يا اخي انت اليوم ابتكرت صوت عبد الوهاب او ام كلثوم او طيب انا بدي احضر حفلته، وينه بتحط لي صوت او صورة عبد الوهاب؟ ما بصير الحديث هذا. انا بدي صوت يتدرب على اصوات العظماء ويغني بصوته. ممكن يكون عنده شيء اجمل من هدول، ممكن يكون عنده شيء اجمل. مع العلم لا اتوقع. ليش ما بتوقع؟ لانه قديما كان الفنان ليل نهار يسهر يتعب على النطق، يحفظ النغمة، يحفظ الإيقاع، يموت لحتى لي يصنع شيء. يعني هو كان يدور على شيء اسمه الخلود، البقاء. طبعا البقاء لله، لا نحكي على الفن. لكن اليوم بتشوفه عمل غنية، كل الدنيا نجحت الغنية، الكرة دغري صار فوق نجم النجوم، رجع عمل 10 غيره فشل. واليوم الغناء اللي عم نعيشه مثل المعلبات، غناء معلب. يعني مثل والله انت اشتهيت على علبة لحمة معلبة غير ما تروح لعند الجزار بيقصر لك من هالمكان من هالمكان، تاخده طازة الفريش. دائما الفريش في حيوية، والفريش حقيقة كان بالسمع كان بالهضم كان بكل شيء، اي فريش هو صحي. انت لما بتسمع الغناء القديم هو صحي للاذن، لما بتاكل لقمة نظيفة صحي للجسد. طبعا نحن يعني طلعنا بحديث آخر لكن كله بيجر بعضه. آخر شيء حبايبي، باسمي واسمكم، باسم كل مزوج على وجه هذه الأرض، نترحم على اللي غابوا، الأربع الفنانين الكبار، نقول لهم الله يرحمكم جسدا وأنتم باقون بفنكم الجميل وذكرياتكم الرائعة. وهذا أمر الله، كل نفس ذائقة الموت. الحمد لله. شكرا يا حبايبي، شكرا.